مشاهدينا المحترمين، سلام الله عليكم، اهلا بكم الى حلقه جديده من استوديو الجزائر، طبعا التي نواكب فيها اخر التطورات المرتبطه بسلسله الحرائق التي للاسف توسعت في عدد من ولايات الوطن وبصوره خاصه في ولايه تيزي وزو. شاهدنا منذ ليله امس الصور لألسنة اللهب وهي تمتد عبر القرى والمداشر وحتى المدن وحتى الكثير من المنشآت حتى منها الطبيه والصحيه. طبعا اليوم فيه أخبار ببالغ الحزن والأسى، تم الإعلان عن استشهاد 25 عسكريا بينهم دركي واحد، طبعا هم تابعون لمفرزة من الكتيبة 57 مشاة خفيفة المتواجدة بمنطقة إشلاظن بولاية تيزي وزو، إضافة إلى إصابة 6 عسكريين بحروق متفاوتة الخطورة. طبعا كما أصيب 7 عسكريين و4 بحروق بليغة و4 آخرون بحروق خفيفة، وهم تابعون للكتيبة 4 المشاة المستقلة المتواجدة بتالة حمدون بولاية بيجاية، والتي تمكنت بتدخلها من إنقاذ 110 مواطنين بينهم نساء وأطفال ورجال. طبعا حماة الديار جيشنا الوطني الشعبي سليل جيش التحرير ليس غريبا عنه مثل هذه التضحيات، وليس غريبا عنه وقوفه مع الشعب الجزائري الذي هو امتداد له في هذه الظروف الصعبة. شاهدنا هذه المفارز وهي تتنقل عبر المسالك الوعرة، عبر المساحات الغابية وألسنة اللهب والدخان، حتى ينقذوا إخوانهم من المواطنين في هذه القرى وحتى يخففوا الخسائر قدر الإمكان. حتى الآن في هذه الساعة التي نتحدث فيها لا تزال هذه الجهود مستمرة، ولا تزال هذه الأيادي البيضاء دائما على الوطن وعلى المواطن مستمرة في تضحياتها بجانب إخوانهم من الحماية المدنية ومن مختلف الأسلاك وبجانب أيضا المواطنون في تيزي وزو والمواطنون في مختلف الولايات. قدموا أيضا دروسا أن الجزائريين دائما في أوقات الشدائد صف واحد، قلب واحد، جسم واحد، وإن شاء الله تمر هذه الأزمة ببردا وسلاما، والله يرحم الشهداء والله يرحم جميع الضحايا. طبعا سنتحدث حول هذا الموضوع، كما نتحدث أيضا حول مختلف التدخلات ومختلف الأرقام المتعلقة بالحرائق هذه الصائفة وفي الشهور الماضية وفي السنة الماضية وفي السنوات الماضية، وعن الجهود التي تبذلها مختلف الأسلاك حتى يتم الخروج من هذه الأوقات الصعبة بأخف الأضرار برحمة من الله. طبعا أسعد بأن يكون معي هنا في الأستوديو العقيد ميلي لونيس، وهو رئيس قسم الوقاية والأمن العمومي بقيادة الدرك الوطني. سيد العقيد مساء الخير، أولا نعزيكم ونعزي أنفسنا بشهداء الواجب الوطني 25 عسكري ودركي واحد رحمهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، من هذا المنبر باسم قيادة الدرك الوطني وباسمي الخاص نتقدم بتعازينا الحارة لضحايا وشهداء الواجب الذين قضوا حتفهم أثناء التدخلات لإطفاء هذه الحرائق. راجينا من المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ربي يرحمه. خلال 48 ساعة الأخيرة تم تسجيل 106 حريق غابي مس 17 ولاية من الوطن. أهم الحرائق سجلت بكل من ولايات تيزي وزو، بجاية وجيجل، ونخص بالذكر ولاية تيزي وزو أين تم تسجيل 46 حريق مس 32 بلدية. هذه الحرائق أدت إلى تدمير مساحات كبيرة من الشريط الغابي وخسائر وأضرار في ممتلكات المواطنين. يعني ما عندناش أرقام إلى حد الآن جاري حصر هذه وإحصاء هذه الخسائر. للأسف كذلك تم تسجيل وفاة 39 شخص، من بينهم 31 على مستوى ولاية تيزي وزو، 7 على مستوى ولاية بجاية، وضحية على مستوى ولاية سطيف. من بين 39 كما سبق وأن تطرقت 25 عسكري من بينهم دركي واحد.
طبعا رحم الله يعني شهداء الوطن طبعا، وهذا ليس غريب على جيشنا الوطني الشعبي وعلى الدرك الوطني. طبعا كما نرحب أيضا عبر الهاتف معنا السيد الملازم نسيم برناوي، وهو المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية. مساء الخير سيد برناوي. مساء الخير أخي الكريم، ومساء الخير لسيدة العقيد وكل المشاهدين الكرام. وبداية بعد بسم الله الرحمن الرحيم، باسم القيادة المركزية للحماية المدنية وباسم الوزير العام وكل أعوان الحماية المدنية المرابطين الآن في الميدان، تقدم بالتعازي الحاضر لزملائنا في جيش وطني السرير وقيادة الدرك الوطني، نحسبهم عند الله شهداء ضحوا بالنفس والنفيس من أجل إنقاذ إخوتهم الوطن والمواطنين رحمة الله عليهم. رحمة الله عليهم. سي برناوي، طمأنا على عناصر الحماية المدنية، يعني إن شاء الله ما كاش يعني خسائر بشرية في صفوفكم. فيما يخص الوفيات، الحمد لله ليس لدينا وفاة في صفوف الحماية المدنية، لكن هناك إصابات، هناك عدة إصابات، خاصة بعض حالات اختناقات من جراء استنشاق الدخان، العمل ساعات طويلة في وسط الدخان الكثيف، وتعرف تضاريس الغابات الصعبة، هناك يعني إصابات يعني من جراء التواءات السقوط في خاصة على مستوى الكحل أو على مستوى الركبة، وفي بعض الأحيان يعني مواجهة النار في عمق النار وتعب شديد، يعني مع مواصلة العمل أكثر من 24 ساعة. يصاب بعض الأعوان بإرهاق، لأنه حتى هناك الأعوان أغلبهم يعني أو أكثرهم يعني يرفض أنه يروح للراحة أو ينكت للراحة طيلة ما زال يعني النار ما زالت مشتعلة، وما زال هناك يعني بعض السكنات مهددة أو ممتلكة المواطنين. هذا يعني سيد برناوي، اسمح لي فقط نركز على هذه الفكرة. قلت لي كاين من الأعوان اللي يرفض يروح للراحة، يقول لك ما نروحش والنار ما زالت شاعلة. طبعا لا، كل أعوان رفضوا أن من يروحوا للراحة أو تغيير الفرق، كلهم كانوا مجندين. ما زلنا للنار ما زال شاعلة، لا نخرج للراحة الا ان حتى تخمد النيران، حتى يعني نطفئ هذا اللهيب ونوقد الوطن ونوقد الممتلكات ونوقد الممتلكات المواطنين وحتى المواطنين. هذه الشيم يعني الجزائري قبل ان تكون صحيح. تحيه لهذه البطولات سي برناوي، وان شاء الله كل الشفاء العاجل لجميع المصابين. ساعود اليك بعد قليل سي برناوي. اعود اليك سيد العقيد ميلي لونيس، طبعا انتم في الدرك الوطني، أنتم الآن حاليا في معاينة يعني هذه الحرائق وفي محاولة لمعرفة أسبابها، حتى الآن وره الفرضية الأرجح اليوم؟ وحدات الدرك الوطني قبل كل شيء هي تقوم بتدعيم التشكيلات المتواجدة في عمليات إطفاء الحريق، يعني راهي تقدم الدعم في الميدان للعناصر الحماية المدنية وأعوان إدارة الغابات. يعني قيادة الدرك الوطني عمدت إلى إقحام وحدات للتدخل وفصائل للأمن والتدخل لتدعيم التشكيلات اللي راهي تواجه يعني في عملية إطفاء الحريق. هذه من جهة. من جهة ثانية، وحداتنا تعمل على تقديم الدعم والمساعدة كذلك للسلطات الإدارية في إطار عملية إسعاف الجرحى وتقديم الدعم للعائلات المتضررة، يعني الإجلاء تاع العمليات المتضررة، عمليات الإجلاء والإسعاف والمساعدة، وكذلك إعلام مستعملي الطريق يعني لمتوجهين لولاية تيزي وزو. إضافة إلى ذلك، وحدات الإقليمية للدرك الوطني قامت بفتح تحقيقات من أجل تحديد الملابسات وظروف نشوب هذه الحرائق. يعني التحقيقات راهي جارية. التحقيقات راهي جارية. وهناك من يقول انه فيه شبه الإجرامية. التحقيق هو من يحدد اسباب الحريق، يعني رانا في اول الحريق ان شاء الله التحقيقات رايحة تعطينا الطبيعة على الحرائق هذه. طبعا ربما حتى الآن أنتم قلتم سيد العقيد أنكم الآن تجرون التحقيقات الآن، ونحن نسجل هذه الحصة، حسب ما صدر عن الوزير الأول أنه تم القبض على شخص في ولاية المدية واعترف بأنه قام بحرق الغابات بنية
إجرامية. طبعا هذا حسب آخر ما وردنا قبل قليل من مصالح الوزارة الأولى، أنه تم القبض على شخص في ولاية المدية واعترف بضلوعه في حرق الغابات بنية إجرامية. طبعا لو أعود إليك سيد برناوي في قضية جهودكم في كحماية مدنية، طبعا لما تحصل مثل هذه الظروف سيد برناوي لا يبقى ربما الإقليم الحماية المدنية لكل ولاية هو الوحيد الذي يعالج والذي يقف أمام هذا الطارئ أو هذا المشكل. هل ربما تم الاستعانة بمصالح الحماية المدنية وبوحدات الحماية المدنية في ولايات مجاورة، خصوصا أن شاهدنا أمس في وسائل التواصل الاجتماعي مواكب للحماية المدنية وهي تنتقل نحو منطقة الحرائق؟ طبعا فيما يخص يعني الدعم وتجنيد الموارد المادية والبشرية اللازمة في مثل هذه الظروف الطارئة، لأنه نتكلم على حرائق الغابات، نتكلم على أحد الأخطار الكبرى في الجزائر، رابع خطر كبير في الجزائر، صحيح هو موسمي لفترة معينة من 4 أشهر إلى 5 أشهر، إلا أن مخلفات هذه الحال الخطر الكبير من ناحية ثاني خسائر على الغطاء النباتي، وحتى من ناحية الخسائر البشرية كما نشاهده يعني اليوم على مستوى ولاية تيزي وزو. طبعا تجنيد كبير في 13 ولايه قدمت من يعني من الوحده الوطنيه، من الجزائر، من ولايات مجاوره كالمديه كالبوش باريريت والفليده، وحتى يعني ولايه الطيف ولايه جيجل. تتمثل هذه في الاثار المتنقله، لانه سياسه الحمايه المدنيه في القوى الضاربه تتمثل في الاثار المتنقله. لدي 65 ريت متنقل موزعين على كل تراب الوطني، منها تيزي وزو تملك 3، اذا الولايات التي تملك ريتلين اتت بدعم الى ولايه تيزي وزو دون النسيان يعني إمكانيات البدنية والبشرية لزملائنا من محافظة الغابات. وفي مثل هذه الظروف الطارئة كما ذكر سيد العقيد يتم تفعيل مخطط تنظيم الإسعافات الأول بلان أوساك، طبعا يدخل فيها عدة أنماط ومقاييس قانون في اختصاصه للوقوف على سلامة المواطنين وأمن طبعاً. المواطنين طبعا بحماية المدنية فيما يخص والعملية الإخراج إذا كان خاصة شفنا في بعض القرى والمداشر تم إخراج المواطنين وإجلاؤهم، يقف عليها زملائنا في الطرق وكذلك في الشرطة، لفعل ذلك إلى مختلف الأجهزة التنفيذية التي تقدم الدعم اللوجستيكي منها يعني الجيش الوطني الشعبي، المؤسسات العمومية، الخواص، المواطنين باللوجستيكي يعني تحتاج الحماية المدنية وتحتاجه يعني نعم. المركز القيادة سواء كان عملي أو ثابت، هذه يعني التنظيم في مثل هذه الفوارق الذي يساعد على الوقوف. نعم سي برناوي، نعم، ونحن في هذه الحصة زملاء يعني يبلغونني بتصريحات جديدة وبحصيلة جديدة أعلن عنها الوزير الأول قبل قليل. الحصيلة هي كالتالي حسب الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، حتى الآن تم تسجيل 17 ضحية مدنية رحمهم الله مع 25 عسكريا رحمهم الله. وأضاف الوزير الأول أن الأيادي الإجرامية ليست بعيدة عن هذه الحرائق، وقال أن أماكن الحرائق كانت مختارة بعناية وبدقة، مما يرجح النية الإجرامية، وأنه تم القبض على أحد الأشخاص في ولاية المدية واعترف بأنه ضلع في حرق الغابات بنية إجرامية، وقال أن الدولة ستسخر كل الإمكانات لإخماد النيران مع الوعد بالتعويض الكامل للمتضررين. طبعا هذا في آخر التصريحات كما وردت قبل قليل من الوزير الأول. طبعا سيد العقيد ميلي لونيس، لو أستمر معك، مقارنة بهذه الفترة حال شهر أوت مع شهر جوان وجويليا الماضيين، كيفاش نقدروا نقيموا مستوى الحرائق أو شدة هذه الحرائق وانتشار هذه الحرائق؟ خلال شهري جوان وجوية من سنة 2021 عينت وحدات الدرك الوطني 499 حريق، منها 302 حريق غابي مس 41 ولاية. هذه الحرائق أدت إلى إتلاف العديد من الهكتارات من الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية. الحمد لله لم تتسبب في أي خسائر بشرية ما عدا إصابة 7 أفراد من أعوان الحماية المدنية. إذا قارنا الفترة تاع جوان جوي من سنة 2021 بنفس الفترة من سنة 2020 نلقاو باللي فيه ارتفاع
في عدد الحرائق مقداره 27%. بالمقابل التحقيقات التي باشرتها وحدات الإقليمية للدرك الوطني سمحت بتوقيف 26 شخص ضالع بصفة مباشرة وبصورة مباشرة في الحرق العمدي للثروة الغابية. 26 شخص يعني خلال الشهرين الفارتين تم توقيف 26 شخص يعني متورطين بصفة عمدية ومباشرة في الحرق تاع الثروة الغابية. يعني متعمد يعني جاب يعني البنزين وجاب النار وأشعل بصورة واضحة جدا. بصورة واضحة جدا يعني 26 شخص. النية الإجرامية. النية الإجرامية كاينة. طبعا هؤلاء أدري هداهم الله، يعني نشوف المشاهد اليوم يعني وألسنة اللهب تصل إلى منازل الآمنين، شوفوا الناس اللي فقدت أهلها، شوفوا العسكريين الذين سجهدوا، نشوفوا حتى الثروة الحيوانية اليوم والله العظيم تدمي القلوب أيضا، نشاهدوا يعني الناس اللي غادرت منازلها، شاهدوا الثروة الحيوانية التي والثروة الغابية أيضا التي فقدناها، لا حول ولا قوة إلا بالله أمام هذه الممارسات. سيد نسيم برناوي لو أعود إليك، سيد برناوي مثلا لو المواطن يريد أن يقدم أيضا المساعدة لمصالح الحماية المدنية ومختلف الأسلاك في إخماد هذه الحرائق، وش عليه أولا أن يأخذها بعين الاعتبار حتى مثلا ما تكونش يعني المحاولات الفردية اللي أحيانا قد تكون تسبب أضرار لهذا الشخص مع نيته الحسنة؟ حتى أن يكون هناك تفادي لحوادث أو الوفيات يعني على مستوى المساحات الغابية خاصة المشتعلة، لأن المواطن لا يدرك يعني خصوصية النار أو تقنية النار كيف يتفادي أن تدور عليه النار يجد نفسه في وسط النار. إذا من المستحسن أن هناك دور فعال بالمجتمع المدني من جمعيات التي تقدم يعني أو تحتوي هذه المساعدات وتقديرها إذا كان لعائلة متضررين أو لزملاء يعني يتوجهوا للحماية المدنية، يتوجهوا للدرك، يتوجهوا للشرطة، يقدمون لهم يعني المساعدة من مياه وبعض الأحيان يعني تحصل إلى حتى الأكل، ولأن يعني هذه القطاعات من يخسروا من جانب هذا اللوجستيكي أو التنظيمي، سواء قلت لك يتقدموا للجمعية المجتمع المدني أو إلى يعني مركز القيادة العملي أو مركز القيادة الثابت الذي بدوره يتم إحصاء هذه المساعدات، أو في إطار المجتمع المدني تقدم في تنظيم في قوافل تذهب إلى أماكن التدخل أو أماكن تواجد المراكز القيادة العملية التي تقوم بعملية الإخماد وتكون بنظام تحت معينة شخص أو جمعية أو مؤسسة، لأنه إحنا دائما يعني ننبه إخواننا المواطنين على الحب للمساعدة لكن في بعض الأحيان يعني نصبح نخاف عليهم أن يكون عرضة أو لحاجة، لأنه نعرف الغابة ولما تكون عندك النار قوية هناك خطر أن تحاصرك النار، بالإضافة إلى خطر الاختناق بكثافة الدخان، ومن ثم لما تشوف الشخص أنه وصلت لنا في بجاية وصلت لنا في سنوات ثانية أنه أشخاص كانوا يحبوا يقدموا المساعدة سواء في الإطفاء أو تقديم مساعدة أنهم اختنقوا بسبب دخان بكثافة الدخان لا تستطيع رؤيتهم، ومن بعد تأتي ألسنة النار وتحرقهم ثم يتوفون. الآن ننبه إخواني المواطنين الشعب الجزائري الأبي والأحرار، إذا كان يعني هذه المساعدة يجب أن تعطل ولا تكون فردية والبقاء دائما بجنب عوان الحماية المدنية أو عوان محافظة الغابات أو الدرك الوطني أو الشرطة، لا تبقوا وحيدين في مثل هذه الظروف، لأن هناك خطر يعني في بعض الأحيان أنه يعني راح ممكن أنه يتم تجنيد يعني عوان لمرافقة هذه الناس خوفا عليهم. يعني أهم شيء يكون في إطار مجموعات، ما يكونش فقط واحد وحده في الغابة. بارك الله فيك. في إطار مجموعات ونحب أن تكون مع المجتمع المدني اللي عنده دور فعال وعنده تنظيم خاص في مثل هذه الظروف الطارئة. كنت أود أرجع إلى نقطة فيما يخص دائما لسيادة العقيد فيما يخص العمل المفتعل، العمل الإجرامي، خاصة في مثل الظروف اللي لما تكون عندك موجة حر إلا ونشاهد عن ارتفاع رهيب في عدد الحرائق. الآن وأنا أتكلم معك عدد الحرائق وصل إلى 99 على المستوى الوطني، 99 على المستوى الوطني 25 فقط في تيتيوس. طبعا أن يكون لديك أكثر من 60 يعني بؤرة أو موقد نار في خلال ساعتين هذا
يجب عدم الشكوك وعلامه استفهام. هذا في ولايه واحده، ان يكون عليك يعني عندك يعني انزال حالات في اكثر من 15 ولايه في توقيت زمني واحد طبعا زمن. هذا يجب عدم الشكوك. وشوف في خنشله عمل الحمايه المدنيه عثروا على اناس يعني عندهم عجلات وبنزين. في بينان تفادينا كارثه، عندنا تقريبا شهر قينا عجلات ودلاء بنزين في وسط الغابه في المديه كما ذكرت، في المديه كما ذكرت نعم وجدنا عجلات وكذلك دلاء بنزين بالغابه. هي بفعل فاعل بيد اجراميه لاشخاص لديهم اغراض شخصيه ولديهم طبعا يعني هذا فعل في منتهى النذاله والحقاره انك تحرق بلادك يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. ربما سيد العقيد ميلي لونيسي، قضية لو أنا مثلا شفت واحد فيه شكوك أنه راح يحرق ودير حريق، واش ندير أول شيء؟ مواطن كمواطن، أنا مواطن راني فايت وشفت مواطن حركاته غريبة وتصرفاته غريبة وجاني شك أنه ممكن راح يتصرف في تصرف حرائق الغابات، واش ندير أول شيء؟ قيادة الدرك الوطني في إطار تقريب وحدات الدرك الوطني من المواطن وضعت الرقم الأخضر 1055، ومن هذا المنبر أدعو المواطنين يعني يتصلوا بالرقم الأخضر 1055 للتبليغ عن أي فعل مشكوك يعني حتى تدخل الوحدات تاعنا في الميدان. ومع ضمان السرية أنه مش رح أنا مثلا رح نتورط وكذا ويجيبوني ومنا ضمان السرية. ما كانش ضمان السرية. أشكرك جدا. يعني هذا راه فعل استباقي قبل منه فعل ردعي. أنا أؤكد من هذا المنبر أن قيادة الدرك الوطني عبأت كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة لمرافقة مختلف المتدخلين في الميدان، سواء في عملية إطفاء الحرائق أو في عملية تقديم المساعدة والنجدة وإجلاء العائلات المتضررة، وكذلك يعني حماية أملاك المواطنين. ويعني التجربة تاع زلزال بومرداس خير دليل، ناس كانت متمحنة بالزلزال خرجت من المساكن تاعها وعصابات إجرامية تشكلت كانت تنهب في الممتلكات تاع المواطنين. يعني الدرك الوطني راه أخذ في الحسبان هذا الشيء وراه صهر به يضمن إن شاء الله أمن وسلامة المواطنين وممتلكاته. أشكرك جزيل الشكر سيد العقيد ميلي لونيس رئيس قسم الوقاية والأمن العمومي بقيادة الدرك الوطني، كما أشكر أيضا لسيد الملازم نسيم برناوي وهو المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق كل السلامة لكم وللجميع، الحماية المدنية الدرك الوطني وأيضا جيشنا الوطني الشعبي وكل الأسلاك وجميع المواطنين. طبعا مشاهدين الكرام بعد الفاصل إن شاء الله سنواصل حديث ربما من جانب أكاديمي حول قضية الحرائق مسبباتها وكيف يتم تطويقها والسيطرة عليها. فاصل ثم نواصل مشاهدين.